مساء الخير عليك مساء الفل يا كابتن، مبسوط مع حضرتك، متشرف مع كابتن منتخبنا الوطني لسنين، وفي بيتي يعني لعبت فيه في ناشئين وكعضو في النادي، في بيتي النادي الاهلي طبعا، بتشرف ان انا جزء منه. لا طبعا مش غريب على بيتك يا ياسر، بنرحب بيك في شاشه قناه النادي الاهلي وفي المحترف. هنتكلم النهارده عن كاس العالم، عايز قبل ما نخش على التفاصيل تقول لنا رؤيتك العامه لكاس العالم قطر 2022 من تغييرات في مواعيد اقامه البطوله على مستوى المنتخبات على مستوى التحضيرات، شايف كاس العالم ازاي السنه دي؟ هما دول بالظبط كابتن هاني محورين الراي او الانعكاس على موضوع كاس العالم. في سعاده طبعا داخليه انه في ارض عربيه وفي بلد شقيق، لكن في نفس الوقت فكره توقيت المونديال. حضرتك طبعا يعني شاركت في كاس العالم وادرى مني بالكلام ده، انه جه في منتصف الموسم، كنا متعودين انه كاس العالم بيتلعب في 6 او في 7. النهارده اللعيبه بدات الموسم، عملت الجزء التحضيري وعملت فتره الاعداد يا كابتن، وبدات الموسم ولعبت حوالي 14 جوله. بنتكلم حتى على اميز الدوريات، الدوريات الخمسه الكبرى، صحيح لعبوا حوالي 14 جوله يا كابتن، مطلوب منهم ان هم يبقوا توب فورم وفي البيك وفي اعلى مستوى بدني قبل ويمثلوا بلدهم في كاس العالم. ده طبعا ترتب عليه مش حتى اجتهاد مننا انه لعيبه كتير مهمه غابت نتيجه اصابات. صحيح. عشان توقيت كاس العالم ده. فطبعا الجزء الايجابي هو وجوده على ارض عربيه لاول مره. الحاجة الثانية كمان الجزء السلبي هو توقيت المسابقة. توقيت المسابقة كمان على مستوى التحضيرات، لأن على مستوى التحضيرات كل مدير فني لكل منتخب كان بيسعى إنه يحضر منتخبه بشكل أفضل، بشكل عنده سعة من الوقت إنه يقدر يعمل بعض المباريات الودية أو حتى يأهل فريقه بشكل كويس، لكن ده هيأثر على الأداء، هيأثر على مستوى المنتخبات، على مستوى البطولة بشكل عام. الفني بتكلم على الجزء الفني، الجزء الفني بعتقد بالعكس ممكن يضيف، لان اللعيبه اوريدي في الفورم جاهزه، جاهزه دخلت الموسم يا كابتن، مش داخله متاخره. لكن ممكن ياثر على اصابات مبكره، ممكن ياثر على انه المباريات اللي هتمتد للاوقات الاضافيه في الادوار المتتاليه هيبقى فيه اصابات كتير جدا، ممكن نلاقي بيطلع من القوائم الفريق لعيبه مهمه. صحيح. زي ما حصل قبل البطوله، وارد جدا ان نشوف ده داخل البطوله. صحيح.